أنا إيمان الجناحي، أخصائية علاج طبيعي، من 3 سنين أشتغل. التحقت مؤخراً في تايمز 5 لأن حسيت أني أنا أبغي أتعلم أكثر، أفيد الناس من الـ من الـ من خبرتي أنا مع المرضى، لأن دائماً المرضى يجون عندنا يعني عندهم ألم بس ما يقولون أنا مشكلتي الألم. يقول أقول لهم شو هدفكم، شو تبغون من العلاج؟ يقولون نبغي نصلي على الأرض، نبغي نصلي صلاة طبيعية نفس ما الناس يصلون. فأنا وايد كنت أحاول أني أنا يعني أدور لهم حلول، أساعدهم في هالموضوع، لأن شعور الشخص لما يصلي على الأرض غير، استمتاعه بالصلاة يكون غير. فكلهم بالذات كبار السن يسألون عن أنا كيف أقدر أرد أصلي على الأرض. يمكن ما كنت أقدر أساعدهم وايد، لكن الحين تعلمت أكثر، استوى عندي الشيء اللي أقدر أساعدهم فيه عقب ما شفت النتائج استخدام سجادة الصلاة تايمز 5. اليوم كان عندنا ورشة عمل نشرح للأشخاص للحضور عن فسيولوجية المسلم، كيف الجزء الروحاني مع الجزء الجسماني من الشخص كيف يكملون بعض. فشرحنا لهم هالموضوع، شرحنا لهم عن بعض في النهاية أعطيناهم بعض النصائح والتمارين كيف يقدرون أن يساعدون نفسهم أن يعيشون حياة أفضل، بمرونة أكثر، بقوة أكثر، بصحة أكثر، كيف يقدرون يمارسون نشاطاتهم بشكل عام في الحياة اليومية وفي الصلاة بطريقة أحسن عن ما هم يمارسونها حالياً. اليوم مع الحضور سوينا تمارين بسيطة جداً، يعني تمارين الرقبة، بس كيف نخلي الرقبة دائماً حركتها، نحتفظ بالحركة الموجودة عندنا في الرقبة، نمنعها من مشاكل التيبسات اللي تسوي في العضلات في المستقبل بحركات جداً بسيطة، نعلمهم كيف يسوونها. سوينا لهم تمارين للاحتفاظ بوضعية الجسم بشكل سليم جداً بسيطة، وتساعدهم أن يتجنبون وايد آلام في الظهر في المستقبل. سوينا لهم تمارين حق الركبة وتمارين حق الحوض، فإن شاء الله يعني يستفيدون منها أن تحتفظ بمرونتهم وبقوتهم وبعضلاتهم في وضعية ممتازة. اليوم يونا مجموعة كبيرة من الناس من مختلف الفئات، يونا الشباب، يونا حتى الصغار، يونا كبار في السن، يونا ناس عندهم إصابات قديمة فلين الحين يعانون منها من آثار الإصابات، فكانوا يسألون عن إصاباتهم، عن المشاكل اللي عندهم، يحبون يتعلمون زيادة عن التايمز 5 سجادة الصلاة، يبغون يعرفون كيف هي ممكن تفيدهم، كيف هم ممكن يستخدمونها بطريقة أحسن، ويسألون عن التمارين إن يعني كيف يقدرون، كيف هي بتحسن صلاتهم. هم فهموا وخذوا المسج إن هم يقدرون يمارسون هالتمارين بشكل منتظم وبعدين يصلون على سجادة صلاة صحية. اليوم الناس اللي من مختلف الفئات اللي يونا تعلموا شيء جديد، استفادوا وايد من الورشة العمل اللي سويناها، طبقوا التمارين، طبقناها مع بعض، سألونا أسئلة، كل شخص خذ النصيحة الخاصة فيه على حسب حالته هو، على حسب عمره هو، جلسنا مع كل شخص سوينا لهم يعني كم مرة ممكن يمارسون التمرين اللي علمناهم، كم هم يحتاجون على حسب ما هم، على حسب شغلهم، على حسب مسؤولياتهم، اللي يمشي أكثر، اللي يجلس أكثر، اللي يشتغل، اللي عنده مشاكل في الركبة، كل واحد على حسب مشكلته هو. فتعلمناهم التمارين ورويناهم كيف يستخدمون سجادة الصلاة بطريقة مناسبة وحبوها. نحن متواجدين في تايمز 5 نخدم الناس، نساعدهم، نعطيهم النصايح بطريقة أفضل، نساعدهم لعيش حياة أفضل فيها أقل قدر من الآلام، يتجنبون أقل قدر من الآلام، نحاول نخلي البيئة حوالينهم صحية ومناسبة، نحاول نقلل من أثار أضرار البيئة الحديثة مثل كيف الناس يصلون على الأرض الصلبة الحين، فنحاول نخفف من هاي المشاكل اللي هم يعانون منها. أنا أشوفها خدمة مجتمعية للأشخاص اللي يعني توصل فيهم مرحلة أنهم يعانون من حالات الاكتئاب لأنهم يشتاقون للسجود، فأنا وايد أشوفهم يعني أفرح لما أشوف الشخص استانس أن رجع يصلي بالطريقة اللي هو يتمنى يصلي فيها، اللي كان ممنوع أن يصلي فيها من قبل. فهالشيء يسعدني ويحسسني أن نحن فعلا قدرنا نوصل لو شيء بسيط من اللي نتمنى نوصله للأشخاص.